انتي رحتي فين؟ ما لقيتك نمت تاني قلت اعمل لك مفاجاه. بعدين انت جبت التيشيرت ده منين؟ انا مش عارف انت ازاي اساسا شال الحاجه دي عندك لحد دلوقتي. على فكره مش المفروض تفتش في حاجتي. دي حاجتي انا. لا طبعا دي حاجتي انا. وبعدين سيبني دلوقتي عشان عايز اطبخ ومحتاجه اركز. روح شوف حاجه تعملها بره. وكمان تعالي انت عمرك ما كنت اساسا بتعرفي تعملي سندوتش تطبخي. على فكره انا ياما جبت لك اكل. انت جبتي اكل بس ما طبختيش لما كانت تبقى مامتك عامله حاجه في الشياكه كده بتاع تسرقي لك علبه. انت بس كنت عايزني اطبخ لك عشان تبقى زي اصحابك. طب ما لقيتنيش ليه؟ لا ابو ام العند. بس برضه دي بتطبخي لي بمزاجي. انت يا بنت مفيش حد عارف يلمك ولا ايه؟ بس تعالي بس. ها؟ انت مفيش حد عارف يلمك؟ الاكل هيبوظ. لا يبوظ ايه؟ انا مستني الاكل دي من تاني اعدادي. يخرب بيت بقى منظرنا في تاني اعدادي، ده انا لقيت لنا حته صوره في الممر اللي ورا مطبخ انكل عصمت. يا لهوي على الحته دي. انا كنت زمان بتخيل ان الحته دي احنا هنشتريها مثلا ونقفلها نحط عليها تندا وبتاع. مش بقول لك متخلف. انكل عصمت ده ولا عمو عصمت ده لوحده قفشنا يجي بتاع 700 مره. وعمره ما عمل حاجه، كان يديني كل بصه وبصه. بس انا كنت مصمم. العماره كلها قفشتنا بالبوابين والسواقين وبتوع الدليفري كمان.